السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابتداء أذكركم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم 26 شعبان 1443 هجرية، الموافق 26 مارس سنة 2022. سبحان الله، أنا بدأ الفيديو عشان أصور دورات المياه، ودوت هيكون عنوان الفيديو دورات مياه الرجال اللي هنبدأ نصورها إن شاء الله من الداخل، نشوف الوضع اتغير بعد كورونا ولا لا. بس سبحان الله، وأنا بدأ التصوير في وقت الشروق وجدت المظلات تبدأ بالفتح كما ترون. أجواء المسجد النبوي ممتعة كما قلت لكم في فيديوهات سابقة، ان يعني انا شخصيا بتفرج على الفيديوهات دي بعد ما ارجع لبلدي. اسال الله ان يمن عليكم جميعا، اسال الله ان يمن على من يشاهد الفيديو الان بزياره قريبه الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، الى اجواء في المدينه المنوره فوق الممتعه. يعني من عاش هذه اللحظات يدرك ما اقول، ربما ربنا لم يمن عليه بزياره المدينه لم يدرك هذا الشعور. فتح المظلات أمامك منظر جميل، كلها في وقت واحد كما ترون سيتم فتحها الآن. أنا دلوقتي بدأت أصور بعد الشروق من أمام باب 19 مصلى الرجال وباب 20. الأبواب الداخلية للمسجد النبوي كما هي، الحمد لله الوضع الآن بعد كورونا أشبه بالوضع قبل كورونا. هنخش في الهدف الرئيسي من عمل الفيديو، هي دورات المياه الرجال. هننزل دورات المياه ونشوف الوضع اختلف بعد كورونا عن قبل كورونا ولا لا. غالبا ان شاء الله ما يكونش فيه اختلاف، هيا بنا نتابع معا. واللي صلى قبل كده وتوضى في هذه المواضي اسفل الحرم يخبرنا يعني بتجربته ان شاء الله. احنا نازلين الان، أنا نازل على السلالم المتحركة. أماكن الوضوء كما ترون وكما عهدتموها من قبل تعمل بكامل طاقتها. ربما أنا بصور دلوقتي في وقت بعد الشروق أو قبل الشروق بشيء بسيط يعني، فالموضوع لا يوجد زحام كما كانت من قبل. طبعا دي أماكن الوضوء وهنا دورات المياه. أنا كده أخدت يعتبر دورة كاملة داخل أماكن الوضوء. أسأل الله أن يمن عليكم بالوضوء هنا وزيارة المسجد النبوي. كده انتهيت من تصوير الفيديو اللي أنا كنت عايز أنقله ليكم. تقبل الله منا ومنكم.